نرجع إلى أجواء السينما بالسعودية. كيف كان أول شيء زيارة السعودية يعني مؤخرا؟ بالنسبة لي زيارة تاريخية، أول مرة بعد كل هالسنين بزور السعودية الرياض، وكان قصي موجود، يعني كانت صدفة بقى. كانت الرحلة كتير يعني لا ما بتنسى. تعرفت هيك مباشرة على كل الفانز بالطريق بالسينما، وقدمت بريمير لفيلم جديد السعودية. يعني بالنسبة إلي حلم تحقق، وعواطفيا يعني كنت متحمسة قد الدنيا، لأنه لأول مرة أنا صار لي سنين بقدم برنامج سينمائي بتكلم عن الأفلام الجديدة يلي الناس فيهم يروحوا يشوفوها بالسينمائي. هلأ بالسعودية صار فيهم يروحوا يحضروا هالأفلام على الشاشة الكبيرة، وأكيد على الـ MBC 2 بعدين. بس شيء هيك مهم جدا بالنسبة لي. أدي عن جد زي أنا كنت زمان يعني منعمل نحن في سيجمنت البرنامجنا عن السينما. قد ايه زاد حماسك انت وعم تحكي انه قد ايه صرتي بدك تعطي عن الموفي عن جد ريفيو الصح، لانه صار موجود. يعني صار ما بقى عم نحكي بالوما مثل ما بيقولوا. اكيد اكيد. قد ايه اضافت هالخطوه بتعتقدي، وقد لبرنامج اضافت شيء مهم جدا، لانه هلا المستمعين بالسعوديه اذا بدهم يروحوا يشوفوا فيلم بالسينما هالاسبوع فيهم يحضروا المقابلات بسكوب ويعرفوا اي فيلم يعني حابين يروحوا يحضروا. واكيد نحن منحمسهم انه يحضروا كل افلامنا على الام بي سي 2. لكن في شيء مهم بالنسبه لي، انه تجربه السينما على الشاشه الكبيره ما لها بديل. اتس ا بيوتيفول سنسيشن.